السلام عليكم، كي دايرين؟ نتمنوا انكم تكونوا بخير. بعد ما اكتشفنا ان الام ديالي كدير العطريه وكدير المسخان وكدير الخل وكدير بزاف ديال الحوايج اللي هما التقاليد ديالنا، بالصدفه يعني الام ديالي جات عندي اليوم، جات باش تزورني ومرحبا بها. تقوم بهذا العمل ديال الشوشه، تركب الشوشه في الثوب وهذا تركب هذه الزواقه، وقلت علاش ما نشاركش معكم هذه المساله هذه وتعرفوا عليها، ونتمنى ان تعجبكم. هذا واحد الهوايه، هذه الهوايه اللي هي منديل، خليكم تكتشفوها معايا حتى انا نكتشفها. ونسولوا المهم عائشه، المهم عائشة بالنسبة لهذا المنديل هذا، أنا كيتشبه ليا لدوك اللي كيقولوا هما اللي كيديروا الحاف اللي كيبيعوا ليه الصحراوي. أنا كيقولوا ليه السيف تاع الراس. السيف ديال الراس هو يمكن أنه تزدى فيه موزون بحال داك اللي كي دار فيه موزون، دار فيه تخدم بالألوان ديال الخيط الصوفة. هذه صوفة، هذه الخيوطة ديال الصوفة. هذاك الموزون يقد يدار فيه داك الحجر، دافي حجر يدافي بزاف، هو اللي في بعض المناسبات الاعراس ديال الصغار في الصحراوه، تيديروا بزاف هاد الناس، بالنسبه للعراسات تيديروهم بزاف، العراسات كيديروا كاينين كاين الكبير ديالهم وكاين هاد الصغير ديالهم، كانوا حتى من هاد الكبار البناء تسمى زيف. زيف من المعدات اللي كاين بالنسبة لهاد الزيف، كما لاحظ ما كاين هادي المرمى مزيان الطريقة هاد الجرارة ديال الزقلي كما لاحظنا، هادي المرمى راه معروفة عند الناس اللي كيديرو الطرز وكيديرو الخياطة، هي هاد قطعة ديال توب حياتي، هي مفصلة على هاد الشكل. طلع الألوان تاع التوب، كاين الألوان راه موجودين. انا نديرو شي حلقه اخرى ان شاء الله فيها تتبدا المراحل ديال الزواقه اللي بغيتي دير بغيتي اشكال هذه الزواقه اللي بغيتي سير كمل على بركه تتعلق يا هاد الشوشات يصوفي عندك اللي كانوا في الطاقيات القدام تكونوا في الطاقيات يسموا شوشات تكون حتى في الجلاد ديال العيالات تكون في الجلاد ديال العيالات من ديال الصغير يمكن هنا نديرو موزون تعاود لكن الموزون تحيد هاد الشوشة تيكون ها الموزون ديري الموزون حتى في الشوشات، هاد الشوشة تيكون الموزون، ديري العقيق نتي واللي بغيتي الخدمة اللي بغيتيها تخدميها ماشي مشكل. يعني هذا التوب ديال حياتي، هذا توب حياتي واللون اللي بغيتي في التوب تتخدمي، بغيتي الزرق بغيتي بحال بغيتي هذا الزرق ولا بلورا؟ دا بلورا الصالون اللي خدنا باقي ما نخدوش، باقي ما نخدوش شنو تا ياخذوهم الناس تيشروهم يديروا على راسهم. هاد الزرارة هادي ديال هادي كدار مع الشوشة، هاد الزرارة زقل لي هادي. الناس كلها علاش تيوصي كلها ولاو اللي كيبغيو الضوء شي باغي البيت شي باغي الحل شي باغي
غوص شي باغي كله واللي باغي على حسب اللبسه اللي كيكون بعد مرات على حسب اللبس اللي كيلبس هو اللبسات اللي كتكون عندها مثلا الكحل بزاف كاين اللي كيكون عندها البيض بزاف كاين اللي كيكون عندها الالوان داكشي كله واللي تيبغي اللي بغا الموزون تتركبي لي ليه الموزون ودابا بالنسبه لهادي صوبوا دوك الحزامات ديال داك الشطيح هادشي باش بحال هادشي بحال هادشي باش تيتصايب غادي يديروا لي البوزون هو الخيط ديالو هو هذا شي حلقه اخرى تتخدمي لينا ان شاء الله ان شاء الله حتى هذا تيتخدموا بالموزون حتى هادشي اللي بغيتي بالموزون تتخدمي بالموزون تيتخدم ياك كله الطوق ديالو كله ولي تيبغي باش بغيتي مقصره الانسان فيما يبقى جالس شاد الحديث ولا شاد الناميه ما يدير شي حاجه تتعمري راسك باش تلهاي تبقى منا منفعه ومنا هذه هي الشوشه الاخرى ان شاء الله المرحله الاخرى يا زيد الزيف ورينا المنديل ورينا بدا كاين الزواقه والشكل ديالو قبل ما يتفينا الشكل ديالو ايوا باقي ما مقطعش شويه هذا الشيء كويس باقي ما مقطعيش انا باديه فيه مقطع ها هي العمليه النهائيه ديال هذا الزيف ها هو راه كيستعملوه حتى العرايس زينه ها هو شوفوا الشكل ديالو شفنا الشكل ديالو كي داير الزواقه شكل النجمات شكل جميل هذه العمليه النهائيه ديالو شكرا وفي حلقه قادمه ان شاء الله في الحاف او في الخيط ديال كما كيوصيو بزاف الناس كيوصيو العائلات ديالهم باش يكونوا مسافرين للريف او اي منطقه باش يجيبوا لهم واحد الحزام ديال الموزون او يجيبوا لهم واحد الحاف او يجيبوهم علاش ما نعرفوش كيفاش هادشي كيتركب وكيفاش كيتصاوب وهي تقاليد ديالنا وديال جدودنا ونبقاو محافظين عليها ونوريوها للابناء ديالنا الجيل بعد الجيل لان هادشي بدا كينقرض وبدا كينقرض وشكرا الى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله.